يمثل إصلاح منظومة تكوين الأطر التربوية من أكثر الأساسية إلحاحاً في سياقنا المعاصر، بل إنه لا يقل أهمية عن الإصلاح القائم عموماً على تجويد بيانات العرض التربوي وإصلاح المناهج ومقاربات التدريس. وزارة التربية كما عهدناها دائماً تسير ركب التغيير الحادث في العالم، وكغيرها من الوزارات التربية تسعى إلى التغيير والتجديد في الممارسات التعليمية. هذه أول استراتيجية هو التغيير وإحداث التجديد في الممارسات الصفية داخل الأقسام، داخل المدارس، داخل المقاطعات التفتيشية. تهتم وزارة التربية الوطنية بتكوين المفتشين في النقاط كثيرة مهمة. كل الرتب البيداغوجية والإدارية تتلقى هذا التكوين وفق سلسلة وبرنامج منظم، انطلاقا من ندوات وطنية وجهوية تسير وتدفع إلى التأهيل والتكوين. مرده مواكبة التحولات المتسارعة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، التكنولوجية الرقمية والمعرفية. معناتها هذه عملية رها متواصلة من أجل يعني من المفتش إلى المعلم، هدف منها يعني هذاك الجزع، هذا التخوف اللي كان عند الأولياء وعند التلاميذ فيما مضى. السنة إن شاء الله غادي هذه الحواجز كاع ستزول إن شاء الله. هي مقاربة واعدة ومقاربة متأصلة من القانون الأساسي، من القانون التوجيهي للتربية، أن صفة المفتش الآن تنتقل من مهمة التكوين كمفتش متكون إلى مفتش مكون في الروافد المتبقية من ذلك. ويبقى بلوغ هدف فلسفة التكوين هو تحسين وتجويد وتطوير كفايات المدرسين المعرفية والمهارية وفق حاجيتهم الفعلية من جهة، وحاجيات المتعلمين من جهة أخرى.